لنقول بتقادم الزمان جذور العائلة على الخير توطدت، وغراسها اليوم ثماره مجددا أينعت. طوفنا بكم مع شيء من خير به العائلة اتصفت لنصل ميناء التكريم. تلك لحظة بفارغ الصبر انتظرت. نقف بداية مع قصة نجاح. هذه القصة المعبرة التي سيقدمها الإخوة لنا في هذا العرض المرئي تجسد سيرة جميلة رائعة مبدعة لفارسة من فرسان الإرادة من أبناء عائلة الأصل، والتي تحضر بيننا الآن معززة مكرمة متقدمة صفوف هذا الاحتفال 17 فلسطين الوطن والهوية. ندعكم معا لنشاهد هذا العرض الجميل، فليتفضل الإخوة على بركة الله مشكورين. حصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصحية كلية العلوم الإدارية والاقتصادية من جامعة القدس المفتوحة فرع خان يونس. حصل على معدل 92.5. من طلاب فرسان الإرادة قدرت أتجاوز كثير من الصعوبات اللي واجهتني، بداية كالتأقلم مع الجامعة الجديدة والانتقال من مرحلة المدرسة للجامعة، وفي كثير من الصعوبات كان خلال المرحلة الجامعية، بس ما دام في هدف واضح ومحدد أنا حطاه أكيد الحمد لله قدرت أوصل له وأجتاز أي صعوبة تواجهني. بجانب تميزي في الدراسة اهتميت بتطوير هواياتي زي الأعمال اليدوية. كنت أزين غرفتي وكل البيت، أحط فيه الأشياء الأعمال اليدوية اللي أنا بزين فيها، وكنت ألاقي طبعا تشجيع من الأهل والأصدقاء. بجانب قراءة ومراجعتي أول بأول مع الدكاترة، كنت أقضي ساعات يومية يعني أخصصها للقراءة، قراءة الكتب خاصة تطوير الذات اللي أثرت كتير في شخصيتي وحسنتها طبعا للأفضل، وقراءة بعض الروايات والمقالات اللي أنا مهتمة فيها يعني. بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي أنا وصلت له اليوم، كانوا دائما بوفروا لي كل سبل الراحة وأي إشي أنا بحتاجه في سبيل إني أجتهد وأضل من المتميزين. فطبعا كل الشكر إلهم وصديقاتي بنساهمش اللي كانوا معي بكل أوقاتي فرحي وحزني، وقضينا أحلى الأوقات مع بعض، وكل الشكر إلهم طبعا. أنا كطالبة من طلاب فرسان الإرادة رسالتي لطلاب العلم إنهم دائما أول إشي يستعينوا بربنا ويخلصوا النية إله، بعد هيك إنهم دائما ما يخلوش إشي يوقف يعني بوجه طموحهم، دائما يحيطوا نفسهم بالناس اللي بتشجعهم والمجتهدين والطموحين عشان يوصلوا للي بدهم إياه،
وما يخلوش أي إشي يوقف بسبيل تحقيق نجاحهم، وبتمنى لهم كل التوفيق. طبعاً المكرمة تجلس في الصف الأول، فحيوها مجدداً تسمعكم وتشاهدكم يعني وتعيش معكم وهي واقفة لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والرفعة والسؤدد منها إلى درجات أعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. بما أنها لوحة مميزة وجميلة ورائعة ومبدعة، حق لهؤلاء الخريجين الذين تمثلهم هذه الصورة المبدعة الجميلة أن نقدم لهم كلمة تعبر عنهم. فرغم الصعوبات إلا أن العائلة تصدرت، حملت الفأس والقلم فعملت وتعلمت وعلى عرش التفوق تربعت. فكل عام نحو 200 طالب وطالبة تخرجت من الثانوية إلى الجامعة وأرفع الشهادات نالت وتحصلت، فهي صلة الحاضر بالماضي. فكان أحمد علي الأمير الأول على لواء غزة في امتحانات السابع التي كانت تعادل توجيهه ودرس في الكلية العربية بالقدس، ثم حصل على منحة طب في بريطانيا. تلك إذن سلسلة اتصلت وواصلت. لنرحب بكم مع متحدث باسم الخريجين، يتفضل علينا الحائز على درجة الدكتوراه في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية دكتور أحمد مصطفى الأصغر، فليتفضل على بركة الله المشكورون. حيوه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم أعد لهذه الأمة مجدها، اللهم آمين. ابتداء الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. القائل: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. بالنيابة أو بالأصالة عن نفس وبالنيابة عن الخريجين جميعا، يسعدني أن أقف بينكم وألقي كلمة الخريجين التي أسأل الله رب العالمين أن يجعل فيها ولو حسنة واحدة، اللهم آمين. ابتداء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشكر أصحاب الفضل دائما وأبدا على مدار تاريخنا. ومن هذا المنطلق فإن الابتداء أتقدم لأهلي وأهل الخريجين جميعا بالشكر والتقدير. عسى الله أن يرحمنا ويرحمه ويجعلنا من أهل الجنة أجمعين. ثم أتقدم بشكر الخالص إلى عائلة الكريمة حفظها الله وأدام الله عليها عزها ورفع شأنها وقدرها. ثم أخص بالشكر اتحاد العائلة الكريم، اتحاد الشباب الذي ما ترك فرصة طيبة لخدمة هذه العائلة إلا وقام به.
فليس بمقدورنا إلا أن نقول جزاكم الله كل خير. وفي هذا نستحضر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وفي رواية: من أولي معروفا أو أسدي إليه معروفا فقال للذي أسداه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ونحن هذا من هذا المنطلق نقول للحاضرين جميعا، ونقول لأبناء العائلة جميعا، ونقول لاتحاد العائلة: جزاكم الله كل خير. وهكذا، فمن ذكر المعروف ونسبه إلى صاحبه عد شاكرا، ومن كتمه كان كافرا للنعمة، جاحدا بالفضل، كاذبا في ادعائه. يروى أن أنس رضي الله عنه قال: إن المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، وما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤونة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، أليس تثنون عليهم؟ أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك، فذاك بذاك، واحدة بواحدة. ومما قالت العرب في الشكر: إني شكرتك، والشكور بما أتى، عند الإله بسعيه مأجور، فجعلت شكرك بالذي أوليتني من فضل عرفك، والكريم شكور. وعرفت أن الشكر خير عبادة، والكفر يكسد بيعه ويبور. وأخيرا حتى لا أطيل، فإني أذكر نفسي والخريجين الكرماء جميعا ببعض الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، وكلنا طلاب علم. فالإنسان يعيش حياته دائما يتعلم، وخير مقولة هنا مقولة الإمام علي، أو مقولة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: يبقى الإنسان عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ونوصي هنا بأخلاق العلماء للمتعلمين جميعا، بالتواضع مع الناس، ولين الجانب، والحرص على التجديد الدائم للمعلومات، وعدم اليأس من الواقع، لأن هذه الأمة مرت بظروف أصعب من هذه الظروف. وبهذه المناسبة عل الله أن يستجيب دعاءنا، نسأل الله رب العالمين أن يوحد صفنا وأن يسمع كلمتنا. اللهم آمين، اللهم آمين. وأخيرا، من باب أن طالب العلم لا بد دائما وأبدا أن يتميز بالتواضع، أذكر قصة بسيطة ذكرها رئيس البوسنة والهرسك علي عزت بيجوبيتش. قال: دخل عزت أو علي عزت بيجوبيتش المسجد، وكان في آخر الصفوف، فقام مجموعة من المصلين يريدون تقديمه، فقال لهم: دعوني ها هنا، لأنكم بفعلكم هذا تصنعون طواغيتكم، تصنعون طواغيتكم. فدائما أبدا لا بد من التحري بالتواضع ولين الجانب، ومعاملة الناس بالأخلاق التي أوصى بها ربنا ابتداء ونبيه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نسأل الله رب العالمين أن يجزيكم خيرا، وأن يوفقكم جميعا، وأن يرفع من قدركم، وجزاكم الله جميعا خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الحضور الكريم، هي ثمرة وحانت لحظة قطافها، هي لحظة جميلة الكل يرقبها وينتظرها. كان بوسعنا ويسعدنا أن يشاركنا في التكريم الدكتور أحمد الشيبي محافظ محافظة خان يونس، لكن لالتزامات طارئة عنده اضطر أن يغادرنا، فله كل الشكر والتقدير على حضوره ومقدمه، فله كل الشكر والتقدير. أيها الأعزاء الكرام، وصلنا بكم في هذه اللحظات إلى الاحتفاء بالخريجين والخريجات الذين يزينون هذا المكان بهذا المشهد القشيب. أيها الكرام، ندعو مجدداً، نأخذ الوجبة الأولى من فقرة التكريم، ومن ثم سيكون عرضاً مرئياً مع قصة نجاح، ومن ثم نواصل فقرة التكريم الثانية. فلتتفضل لجنة التكريم الأولى. أيها الكرام، نبدأ فقرة التكريم على بركة الله. نكرم أولاً من شرف حفلنا ونزل بساحنا ضيفاً كريماً عزيزاً شرفنا بمقدمه. نكرم باسم العائلة الكريمة أولاً الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم، فليتفضل الإخوة على بركة الله. أيها الكرام، نجدد البدء في أبناء هذه العائلة. لنبدأ أولاً مع حملة درجة الدكتوراه، فنكرم أولاً الدكتور أحمد مصطفى أحمد الأسطل الحاصل على درجة الدكتوراه في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بغزة. ثم نكرم ثانياً الدكتور محمد علي الأسطل الحاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من السودان. منور.
ثم نكرم ايضا الان سريعا حملت درجه الماجستير. نكرم اولا الاستاذ احمد حسام عبد المجيد الاصل والحاصل على الماجستير في القانون الجنائي وعلم الاجرام من جامعه البليدة من الجزائر، ليتفضل ينوب عنه اخوه عبد المجيد. ونكرم ايضا الحاصل على درجه الماجستير شهناز ربيع حسين الاصل الحاصل على الزماله البريطانيه في طب الطوارئ من بريطانيا، ينوب عنها الدكتور ابراهيم حامد الاصل. طبعا حاصلة على الزمالة البريطانية وهي الأولى فلسطينية. ثم نكرم الحاصل على الماجستير جيهان محمود قاسم الأصل ماجستير حديث شريف وعلوم من الجامعة الإسلامية بغزة. وأيضا الأستاذ عبد الكريم رضوان أحمد الأصل حاصل على ماجستير فقه مقارن من الجامعة الإسلامية بغزة. ثم نكرم الطالبة عزة عبد المجيد محمد الأصل والحاصلة على ماجستير لغة عربية من جامعة الأقصى بغزة. ثم نكرم الأستاذ محمد سالم محمد الأصل عضو الاتحاد والحاصل على ماجستير في الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. طبعا كل التحية للأستاذ محمد على جهوده الجبارة في اتحاد شباب العائلة. ثم نكرم الحاصل على درجة الماجستير الأستاذ محمود قاسم علي الأصل ماجستير اقتصاد من جامعة الأزهر بغزة. ثم الأستاذ محي الدين إسماعيل محي الدين الأصل الحاصل على ماجستير الإدارة والقيادة من الجامعة الإسلامية بغزة ينوب عنه والده. ثم نكرم الأستاذ نور الهدى حفص هاشم الأصل الحاصلة على ماجستير في التربية من جامعة الأزهر بغزة. ثم نكرم الأستاذ يوسف عبد الفتاح أحمد الأصل والحاصل على ماجستير لغة عربية من الجامعة الإسلامية بغزة. ثم نكرم أخيرا في الماجستير الأستاذ ماهر سالم أحمد الأصل الحاصل على الماجستير في الجغرافيا من الجامعة الإسلامية بغزة ينوب عنه الأستاذ عصام شقيق فليتفضل. وقبل الانتقال للمجموعة الثانية من التكريم فهدية الاتحاد وهدية العطاء لأهل العطاء مصور الاتحاد الأستاذ ياسر عبد الحكيم الأصل فليتفضل للتكريم. نكرم سريعا تواليا أوائل الثانوية العامة الذين احتفلنا بهم عما قريب فليتفضل كل منهم. الطالبة شيماء نكرم أولا الطالب عبد الملك ياسر عبد الشكور الأصل
لتفوقه في الثانوية العامة وحصولها على معدل 96.1. ثم نكرم الطالبة شيماء ضياء الدين عبد الحميد الأصغر والحاصلة على 96.1. ثم الثالث الطالب يحيى يونس محي الدين الأصغر والحاصل على 94.6. طبعا أيها الكرام، هو رسالة شكر وتقدير لمن كرم الثلاثة الأوائل وبارك لهم بحصولهم على لابتوب هدية، فكل الشكر والتقدير للدكتور محمود. كل الشكر للدكتور محمود على هذه الجائزة القيمة القديرة المشجعة لأبنائنا أن يتفوقوا وأن يدرسوا وينجحوا لتزدهر بهم العائلة. نواصل تكريمنا في أوائل الثانوية العامة من أبناء العائلة مع الطالبة رؤى محمد عبد المجيد الأصغر والحاصلة على معدل 93%، ثم الطالبة شمس نضال أحمد الأصغر والحاصلة على 92.4، ثم الطالبة هديل تحسين عبد الحميد الأصغر والحاصلة على 91.4. ثم الطالبة أناء رمضان محمد الأصغر والحاصلة على 91.1. والطالبة خديجة عبد الرؤوف محي الدين الأصغر والحاصلة على 91.1%. ثم الطالبة خلود محمد حمدان الأصغر والحاصلة على معدل 91%. وأخيرا الطالبة أمل فريد مصطفى الأصغر والحاصلة على 90.9% من أوائل الثانوية العامة من أبناء العائلة. طبعا هذه الكوكبة أيها الإخوة الأحباب من الأوائل العائلة، قدم لهم أيضا الدكتور محمود مبلغ نقدي هدية لهم بقيمة $50، وكل الشكر والتقدير للدكتور محمود. ثم نقدم الشكر والتقدير أيضا من اتحاد شباب العائلة بعظيم الشكر والعرفان من الإخوة في إدارة الملعب الفدائي ممثلة بالدكتور كمال محمد الأصغر على استضافته الاحتفال السنوي 17 الخاص بالعائلة. وأيضا نشكر الفنان القدير يوسف أبو نعمة على مشاركته في هذا الاحتفال، فليتفضل للتكريم. ثم أيضا نشكر من رسم لنا صورة بعيدة فصاروا بيننا كأنهم أقرباء، الفنان التشكيلي محمود عصفور، فليتفضل على بركة الله مشكورا. ثم نشكر أيضا الأستاذ يحيى زكريا شبير على كل الخدمات اللوجستية التي قدمها وشرفنا، فأهلا وسهلا به. نكمل في فقرة التكريم مع طلبة البكالوريوس، ونبدأ بالطالبات مع المجموعة الأولى من الطالبات حملت درجة البكالوريوس. الطالبة إسراء محمد حمدان الأصغر بكالوريوس علم الحاسوب من جامعة الأقصى. الطالبة أسماء حامد حسن الأصغر بكالوريوس لغة إنجليزية وأساليب تدريس من جامعة الأقصى. الطالبة أسماء عبد القادر أحمد الأصغر حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الأقصى. الطالبة أسيل عماد خليل الأصغر حاصلة على بكالوريوس إرشاد نفسي من جامعة الأقصى. الطالبة أناء خليل نايف الأصغر حاصلة على بكالوريوس مرحلة أساسية من جامعة الأقصى.
الحق الطالبة امتنان امتنان محمد عبد القادر الأصفر بكالوريوس لغة إنجليزية وأساليب التدريس من جامعة الأقصى. والطالبة أيضا أمامي محمد علي الأصفر بكالوريوس لغة إنجليزية وأساليب التدريس من جامعة الأقصى. الطالبة أمل عمر مصطفى الأصفر دراسات إسلامية وأساليب تدريس من جامعة الأقصى. والطالبة أنوار عادل أحمد الأصفر بكالوريوس لغة عربية وأساليب تدريس من جامعة الأقصى. والطالبة آية عبد الكريم سليمان الأصفر بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الأقصى. والطالبة آلاء محمد عبد المجيد الأصفر بكالوريوس تعليم أساسي من جامعة القدس المفتوحة. والطالبة براءة ياسين سليمان الأصفر بكالوريوس مرحلة أساسية من الجامعة الإسلامية بغزة. والطالبة تحرير محمد مصطفى الأصفر بكالوريوس تاريخ وأساليب تدريس من جامعة الأقصى. والطالبة ختام زياد محمد الأصفر بكالوريوس فيزياء من جامعة الأقصى. والطالبة دعاء حسين سعيد الأصفر بكالوريوس تربية إسلامية من جامعة القدس المفتوحة. ونختم الباقة الأولى من طلبة البكالوريوس بتكريم فارسة الإرادة الطالبة المتفوقة المبدعة المثابرة التي استطاعت أن تحرز وتنجز هدفها بحصولها على بكالوريوس إدارة صحية من جامعة القدس المفتوحة. الطالبة براءة عبد القادر إبراهيم الأصفر. قفوا لها أيها الخريجون، قفوا لها وحيوها. لتصعد اللجنة مجددا. تصعد اللجنة مجددا لنستكمل الباقة الأخيرة في الكوكبة الأولى من مشروع التكريم. نبدأ بطلبة البكالوريوس. نشكر الإخوة في التكريم على تكريم الطالبة المبدعة المتفوقة ونسأل الله لها التوفيق والسداد. طلبة البكالوريوس نبدأ بالطالب أحمد عبد الفتاح أحمد الأصفر بكالوريوس مرحلة أساسية من جامعة الأقصى. الطالب أحمد عبد الجواد أحمد الأصفر بكالوريوس شريعة إسلامية من جامعة الأزهر. الطالب أحمد محمود محمد الأصفر بكالوريوس نظم معلومات جغرافية من الجامعة الإسلامية بغزة. الطالب أحمد ناهض محمود الأصفر بكالوريوس دعوة إسلامية من كلية الدعوة الإسلامية وحاصل على المرتبة الأولى على الدفعة. ثم الطالب رشيد ديب رشيد الأصفر بكالوريوس إدارة صحية من جامعة القدس المفتوحة. والطالب طلعت مسعود محمد الأصفر بكالوريوس محاسبة من القدس المفتوحة. ثم الطالب عبد الرحمن عبد الرازق أحمد الأصفر بكالوريوس أصول دين من جامعة الإسلامية بغزة. ثم الطالب علي نضال أحمد الأصفر بكالوريوس شريعة وقانون من الجامعة الإسلامية بغزة. هذيلك شعبية يا علي. ثم الطالب عماد يونس محي الدين الأصفر بكالوريوس أصول دين من الجامعة الإسلامية بغزة ينوب عنه شقيق مالك. ثم الطالب محمد عماد خليل الأصفر بكالوريوس إدارة صحية من جامعة القدس المفتوحة. ثم الطالب محمد محمود جابر الأصفر بكالوريوس شريعة وقانون من الجامعة الإسلامية بغزة. ثم الطالب محمود محمد مصطفى الأصفر بكالوريوس شريعة إسلامية من الجامعة الإسلامية بغزة. يلا بجد.
ثم الطالب نضال عبد المجيد احمد الاصلم بكالوريوس خدمه اجتماعيه من جامعه القدس المفتوحه، والطالب علي عبد الحكيم احمد الاصلم بكالوريوس اداره صحيه من الكليه الجامعيه للعلوم والتكنولوجيا، والطالب طاهر عبد الهادي محمد الاصلم بكالوريوس قانون وعلوم امنيه من كليه العوده الجامعيه، واخيرا الطالب محمد فضل احمد الاصلم بكالوريوس من كليه الدعوه الاسلاميه. نشكر الاخوه في لجنة التكريم الأولى التي شرفتنا في هذا التكريم ليرتاحوا قليلا ونشاهد معا قبل أن نستكمل هذه الفقرة، نشاهد معا فقرة جديدة من قصص نجاح أبناء هذه العائلة قبل أن نستكمل هذا التكريم، فشاهدوا معنا مجددا قصة من قصص النجاح تروي العزيمة والإرادة الوقادة لأبناء هذه العائلة المعطاءة، فليتفضل الإخوة في هذا العرض مشكورين، لنشاهد معا. أنا الخريجة عبير زكريا ظاهر الأسطل، متزوجة أم لستة أبناء، أكملت دراستي الثانوية عام 1993، التحقت بجامعة القدس المفتوحة وتخرجت منها تخصص لغة عربية وأساليب تدريس. تزوجت ولم أستطع إكمال دراستي، وبعد 20 عاما قررت الالتحاق بالجامعة لإكمال دراستي والتحقت بجامعة القدس المفتوحة تخصص لغة عربية وأساليب تدريس، والحمد لله تخرجت بمعدل 91.77. وبين دراستي والحمد لله كنت متفوقة في جامعتي وتخرجت الحمد لله بمعدل الأولى على تخصصي من جامعة القدس المفتوحة. وأنا بجانب دراستي الجامعية واهتماماتي البيتية أمارس هواية القراءة، فأنا منذ الصغر كنت أهتم بالقراءة وأشتري بمصروفي المدرسي الروايات والكتب، وأنا الآن أقوم بكتابة الخواطر. أنا أوجه رسالة لطلبة العلم الذين لم يحالفهم الحظ أو لم يكملوا دراستهم بأنه بالجد والمثابرة والإصرار والعزيمة يستطيعون تحقيق ما يتمنون، فأنا أقدم لكم تجربتي، فأنا استطعت الحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى التغلب على جميع العقبات التي واجهتني، واستطعت أن أتخرج من الجامعة الحمد لله بمعدل امتياز، وكنت الأولى على تخصصي. نعم.
نشكر هذه القصة النجاح. طبعا بدنا نسمع لها أحلى كف. تستحق العائلة ويستحق أبناؤها وبناتها أن نرفع لهم القبعة احتراما وتقديرا على هذا الإبداع وهذا التميز. لتصعد إلى منصة التكريم لجنة التكريم الثانية فليتفضل الدكتور المهندس أحمد الأسطل، وليتفضل المهندس عمر أبو عمر الأسطل يحيى الأسطل رئيس البلدية السابق، وليتفضل أيضا الشيخ الأستاذ عبد الباسط الأسطل، وليتفضل القاضي ضياء الأسطل، وليتفضل الأستاذ المدير عماد شريف، وليتفضل المهندس بلال الفرة رئيس مجلس عائلات خميس، وليتفضل الدكتور محمود الأسطل، وليتفضل رئيس الاتحاد مهند الأسطل ونائب رئيس الاتحاد إبراهيم الأسطل ورئيس الاتحاد الأسقط عبد الرحيم الأسطل وممثل فرع الجنوب في جامعة غزة الأستاذ يحيى العبادة. وليتفضل ايضا الاستاذ خليل ظاهر الى منصة التكريم. دكتور استاذ هذا الناجح من مثله والكل يشاور عليه والشهادة بتضحك له والفرحة بتحليه. الطالبات من الحاصلات على درجة البكالوريوس الطالبة رحمة عبد الباسط محمد الأسطل بكالوريوس إدارة صحية من جامعة القدس المفتوحة، ثم الطالبة رحيل نضال طاهر الأسطل بكالوريوس شريعة بكالوريوس علوم شرعية وقانون من جامعة الأمة للتعليم المفتوح، ثم الطالبة سماح سليمان محمد الأسطل بكالوريوس لغة عربية وأدابها من جامعة الأقصى، ثم الطالبة سماء إبراهيم مصطفى الأسطل بكالوريوس إدارة صحية من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، ثم الطالبة عبير زكريا طاهر الأسطل بكالوريوس لغة عربية وأساليب تدريس من جامعة القدس المفتوحة، فلتتفضل مشكورة. ثم الطالبة عبير يوسف قاسم الأسطل بكالوريوس تعليم العلوم من جامعة الأقصى، والطالبة مريم عبد الكريم محمد الأسطل بكالوريوس إدارة صحية من جامعة القدس المفتوحة، والطالبة مريم محمود عبد الله الأسطل مريم محمود عبد الله الأسطل بكالوريوس مرحلة أساسية من الجامعة الإسلامية، والطالبة مها أسعد خالد الأسطل بكالوريوس لغة عربية وأساليب تدريس من جامعة الأقصى، والطالبة نورة عادل محمد الأسطل بكالوريوس تعليم اجتماعيات من جامعة الأقصى. ثم الطالبة نداء أحمد علي الأسطل بكالوريوس إرشاد نفسي من جامعة الأقصى، الطالبة دينا محمد رزق الأسطل بكالوريوس تعليم المرحلة الجامعية من جامعة الأقصى، الطالبة رزان كبال محمد الأسطل بكالوريوس كيمياء من جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز، الطالبة نور مسعود عبدالله الأسطل بكالوريوس هندسة برمجيات من الجامعة الإسلامية، الطالبة نيروز جعفر موسى الأسطل بكالوريوس ديكور وتصميم داخلي من جامعة الأقصى، الطالبة هدى ياسين يحيى الأسطل بكالوريوس آداب لغة إنجليزية من جامعة الأقصى، الطالبة هناء رمضان محمد الأسطل بكالوريوس لغة عربية من جامعة الأقصى. وين عبد الله رايح؟ وين؟
يلا هنا هنا يلا عبد الله بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة الأقصى. ثم الطالبة نسمة عبد الكريم صابر الأسطل بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة غزة. الإخوة الخريجين والخريجات، يعني برجاء عدم مغادرة المكان لنختم مهرجاننا وحفلنا باللوحة الفنية معا على منصة التكريم. ثم الطالبة ياسمين خضر عبد الرحمن الأسطل والحاصلة على المرتبة الأولى من قسم اللغة العربية بمعدل 94 من جامعة الأقصى. سميحة محمد عثمان الأصدر بكالوريوس لغة عربية ودراسات إسلامية. نأتي إلى المجموعة الثانية من الطلاب الحاصلين على درجة الدبلوم. نبدأ بالطالب إبراهيم عبد المجيد أحمد الأصدر بكالوريوس تكنولوجيا وصف متعددة من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. والطالب عبد العزيز سليمان عثمان الأسطل دبلوم كهرباء عامة من اتحاد الكنائس. والطالب معتصم عبد الرؤوف الأسطل هندسة إلكترونيات سيارات من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. وأخيرا الطالب هاشم خليل يونس الأسطل دبلوم تركيبات كهربائية من كلية فلسطين التقنية. كما أنتم على منصة التكريم ابقوا حتى نختم اللوحة الفنية. نبدأ بالطالبات من الحاصلات على درجة الدبلوم. الطالبة إسلام مروان محمد الأسطل دبلوم تربية الطفل كلية مجتمع الأقصى. ثم الطالبة أنسام محمد فايز الأسطل دبلوم تربية الطفل أيضا من كلية مجتمع الأقصى. ثم الطالبة إمام إبراهيم يونس الأسطل دبلوم تربية الطفل كلية مجتمع الأقصى. ثم الطالبة حنين محمد أحمد الأسطل سكرتارية وسجل طبي من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. ثم الطالبة حورية فايز محمد الأسطل دبلوم تربية الطفل كلية مجتمع الأقصى. ثم الطالبة زينات إبراهيم مصطفى الأسطل دبلوم تربية الطفل كلية مجتمع الأقصى. ثم الطالبة شيماء أسامة إسماعيل الأسطل دبلوم تربية الطفل كلية مجتمع الأقصى. ثم الطالبة صبرين حاتم أحمد الأسطل دبلوم صحافة إلكترونية كلية مجتمع الأقصى.
ثم الطالبة ميادة محمد عبد الهادي الأصل دبلوم تمريض من جامعة فلسطين، ثم الطالبة هبة بلال أبو زيد الأصل دبلوم علاقات عامة وإعلام من كلية مجتمع الأقصى، ثم الطالبة إيمان حسين سالم الأصل دبلوم تمريض من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. من أبناء العائلة، أولاً محمود نضال عبد الجواد الأصل 86 فارزة 4 مدرسة خالد الحسن، ثم الطالب صلاح زياد خليل الأصل 85 فارزة 9 مدرسة كمال ناصر. ثم الطالب محمد إبراهيم جابر الأصل 84 فارزة 6 دراسات خاصة. ثم الطالب معاذ حسين سالم الأصل 80 فارزة 6 مدرسة القرارة الثانوية بنين، وأخيرا مع الطالب محمد ياسر محمد الأصل 81 فارزة 3 مدرسة خالد الحسن. سنختم بالباقة الأخيرة في ميناء التكريم مع طالبات الثانوية العامة من بنات العائلة، فتفضل كل من الطالبة هديل محمد إسماعيل الأصغر والحاصل على 89 فارزة 7 من مدرسة فاروق الفرع. ثم الطالبة عيناء محمد يحيى الأصغر 86 فارزة 1 مدرسة خان يونس الثانوية. ثم الطالبة مريم عبد الرؤوف موسى الأصغر 85 فارزة 3 مدرسة طبرية الثانوية. ويبارك الاتحاد لها بالخطوبة. ثم الطالبة مريم ناصر سليمان الأصل مريم ناصر سليمان الأصل 85 فارزة 1 مدرسة خان يونس الثانوية. ثم الطالبة الطالبة ضحى نعيم محمد الأصل سقط سهوا بمناسبة حصولها على درجة البكالوريوس من تخصص أصول الدين من الجامعة الإسلامية. تفضل الطالبة ضحى الحاصلة على البكالوريوس. محمد إبراهيم جابر الأصل 84 فارزة 6. ثم نكرم الطالبة مريم ناصر سليمان الأصل الحاصلة على ترتيب 95 فارزة 1 مدرسة خان يونس الثانوية.
حاصلة على ترتيب 85% من مدرسة عينبون الثانوية للبلد. ثم الطالبة أسيل معتز يحيى الأسطل والحاصلة على معدل 94 فارزة 9 من مدرسة فاروق الفرة للثانوية بنات. ثم الطالبة وفاء يحيى عبد القادر الأسطل 83 فارزة 3 مدرسة خان يونس الثانوية بنات. ثم الطالبة عائشة عبد الناصر سليمان الأسطل والحاصلة على معدل 82 فارزة 9 مدرسة فاروق الثانوية بنات. ثم الطالبة أريج أحمد أبو زيد الأسطل 82 فارزة 6 مدرسة خان يونس الثانوية بنات. ثم الطالبة رونا هاني ناهض رونا هاني طاهر الأسطل 82 فارزة 3 مدرسة فاروق الفرة. ثم الطالبة غدير جميل مصطفى الأسطل الحاصلة على معدل 82% مدرسة أمنة بنت وهب الثانوية بنات. آخر أربع أسماء الطالبة مريم ياسين يحيى الأسطل الحاصلة على معدل 82% مدرسة خان يونس الثانوية بنات. ثم الطالبة مريم ياسين الأسطل. ثم الطالبة منى سليمان محمد الأسطل منى سليمان محمد الأسطل. ثم الطالبة بدر قاسم علي الأسطل وأخيرا الطالبة دعاء محمد عبد الأسطل. نوحوا بشهاداتكم مجددا. ايضا الطالبة نبيل سفيان يحيى الأسطل الحاصلة على درجة البكالوريوس الطالبة هديل. تتفضل الطالبة هديل. ينوب والدها عنها. بكل حب وتقدير أن تضعوا روح التخرج على مدخل الملعب عند الإخوة في الاتحاد مشكورين. الطلبة والطالبات اتركوا روح التخرج عند الإخوة في الاتحاد على باب الملعب مشكورين.